ومن القاهرة ينضم إلينا الكاتب الصحفي عبد الباسط بن هامل من بنغازي. مرحبا من القاهرة، عفوا، مرحبا بك. أولا السؤال الأول، الجيش الوطني وحفتر يهددون باستعمال أسلحة نوعية لم تستخدم سابقا، لو توضح لنا أكثر ما طبيعة هذه الأسلحة ونوعية أهدافها هذه المرة؟ يعني أولا أود فقط أن استمعت للتقرير بشكل جيد تفصيلا، يعني هناك نقاط لابد من الوقوف عندها. تفضل. الجيش الليبي لا يسعى إلى الهيمنة من البداية، يعني في نقطة التقرير حتى لا يكون هناك توظيف للخطاب. الجيش الليبي يسعى إلى القضاء على الميليشيات المسلحة، القضاء على الجماعات الإرهابية، القضاء على عناصر والقبض عليهم مطلوبين للجنائية الدولية ومجلس الأمن، من بينهم صلاح بادي، ومن بينهم زياد بلعم، يعني إبراهيم الجذران المطلوب للمجتمع الدولي وأيضا للقضاء الليبي الذي عطل إنتاج النفط، صلاح بادي دمر المطارات. لو ذهبنا في سرد بقية التقرير التي ذكرتموه في تفصيله، الجيش الليبي لم يلقي القبض على عناصر تركية، وإنما ستة أتراك على الأرض الليبية. هذه كذبة روجها بعض وسائل الإعلام، وأنا أتحداهم وأتحدى الحكومة التركية أن تذكر الأسماء الستة وأن تخرج لنا الصور وأن تحدد أماكن القبض عليهم وكيف تم الإفراج عنهم. كل هذه جاءت فقط في سويعات قليلة رتبتها بعض وسائل الإعلام الرخيصة للأسف من أجل تحقيق بطولات وهمية للترويج لها مقابل ما يجري في داخل بلدانهم، سواء في تركيا سواء في قطر سواء في عديد هذه البلدان التي تعاني من أجل تحقيق انتصارات وهمية لا أساس لها من الصحة بالمطلق. لكن العمليات العسكرية العنيفة أو الذهاب إلى شكل آخر بالعودة على سؤالك هي التي تطال غرف العمليات التي تستخدمها والتي تعمل من خلالها غرف استخبارات قطرية تركية على الأرض، عملت من خلالها على إدارة المعركة بشكل مباشر، وهذه هي المشهد المتطور في المعركة. بالمرات السابقة كانت هناك شحنات تصل رصدها الجميع، أول الشحنات التي عرفت لوسائل الإعلام والتي كانت قضية مشهورة تلك السفينة التي أوقفتها اليونان، ولا زلنا حتى الآن لم نعرف تفاصيلها، كيف أين وصلت التحقيقات. تلك المتفجرات التي كانت ذاهبة إلى غرب ليبيا إلى ميناء مصراتة أو ميناء طرابلس، وهذه موانئ تعاني من هشاشة أمنية كبيرة جدا ووجود مسلحين. ناهيك أختي العزيزة عن وجود ووصول عشرات المدرعات والأسلحة والأسلحة النوعية وحقائب متفجرة إلى عديد المجموعات المسلحة الغير منضبطة وغير نظامية والغير خاضعة أساسا إلى سلطة وزارة الداخلية، وهذا تصريح منسوب إلى فتحي باشي آغا، يعني وزير داخلية السراج، الذي قال ذات يوم قبل بدء المعركة أنه لا يوجد أبدا ترتيبات أمنية داخل طرابلس، الأمن على المحك، الوضع الأمني خطير جدا، كذبة الميليشيات وخطورتها على الوضع. يعني هو تحدث ما قبل شهر 4 من أبريل الماضي قال أنه لا يوجد هذه الترتيبات، وصحيح العبارة، إذن نحن الوضع خطير جدا. الجيش الليبي عندما يؤكد أنه سيضرب طيب. بيد من حديد وبقوة طيب وسيستخدم أستاذ. العنف المفرط ضد الجماعات المسلحة. طيب هذا بالنسبة للشق العسكري. بالنسبة لمدينة غريان، يعني ما الذي جرى تحديدا في مستشفى غريان؟ خاصة لوحظ أنا في لهجة يعني في وسائل التواصل الاجتماعي وبيانات حتى صادرة من الجيش والبرلمان تتحدث عن أهل الغرب ومنطقة الغرب وكأنها أصبحت عدوة. ألا توجد هناك مخاوف من أن تصبح العلاقة بين الشرق والغرب يعني علاقة عدائية إلى الأبد؟ لا بالعكس، أولا المعركة ليست معركة بين الشرق والغرب، مدن مثل ترهونة ومنغريان ولصابعة وصرمان وصبراتة هذه كلها مدن في غرب ليبيا، العجيلات ورقدالين وتيجي وبدر والجوش هذه كلها مدن ليبية خاضعة جزء منها وكبير جدا للقيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة خليفة حفتر، إلا إذا كان الجغرافيا دخلت بعضها ونحن لم نشاهد الخريطة الليبية إلا إذا كان انقلبت. وهناك الكثير من أعضاء مجلس النواب المنشقين من شرق ليبيا سواء من المرج أو من بنغازي متحالفين مع المجموعات والمؤيدين لفايز السراج موجودين في بنغازي، ومهدي البرقثي هذا من بنغازي وهو موجود في طرابلس ومؤيد للجماعات المسلحه والميليشيات المسلحه. المعركه ليست كما يروجها الكثيرين انها بين الشرق والغرب، بالعكس هي معركه ما بين القوات العسكريه النظاميه الخاضعه لسلطه مجلس النواب
المنتخب من القاعدة الشعبية والشرعية الحقيقية التي نعرفها وتعلمناها هكذا، ضد مجموعات غير خاضعة لسلطة الدولة وتمردت عديد المرات على السلطة الحاكمة في طرابلس، بداء من علي زيدان وعبد الرحيم الكيب وخليفة الغويل، وصولا حتى فايز السراج الذي تعرض للتهديدات وتعرض للاقتحام في مقر حكومته، وغير قادر حتى على تغيير امر كتيبه او ميليشيا واحده. أستاذ، ناهيك على تفوق العشرات من الميليشيات التي هربت من مدينه بنغازي ودرنا عقب تحريرها والهلال النفطي، وتمركزت في محيط طرابلس في تاجوره وطريق المطار. طيب، ما هي اخر التطورات العسكريه بعد اعلان حكومه الوفاق سيطرتها على منطقه السبيعه؟ ما مدى صحه هذه المعلومات؟ لم تسيطر على منطقة السبيعة، بالعكس تم دحرها. كانت يوم الجمعة الماضي كانت في عمليات واسعة، سقط عشرات القتلى من المجموعات المارقة والخارجة عن القانون، تم دحرها وهي منطقة خاضعة بالكامل لسيطرة القوات المسلحة الليبية. ناهيك على أن منطقة غريان، منطقة مدينة غريان، هي منطقة عمليات عسكرية شهدت الليلتين الماضيتين قصف بالطيران على تمركز الميليشيات المسلحة وخاصة مجموعات إرهابية تسمى بنشورة بنغازي، وهي جزء من أنصار الشريعة التي فهربت قبل سنوات من مدينة بنغازي، تتمركز الآن في داخل غريان. الآن قوات الصاعقة تستعد لاقتحام مدينة غريان، ليست ضد مدينة غريان، بالعكس هي لتحرير مدينة غريان. غريان قبل تلك المجزرة التي وقعت داخل المستشفى والتي أكدها الطب الشرعي، وليست نحن الذين نتحدث لوسائل الإعلام، هناك تقارير طبية أكدت أنه تم تصفية الجنود داخل المستشفى، وحتى أشرطة الفيديو التي ظهر فيها عدد من الأسرى وهم يتحدثون، الجنود الذين تم اعتقالهم والقبض عليهم من قبل الميليشيات وصلوا إلى ذويهم في شرق ليبيا وهم في توابيت، وهذا يؤكد أنه تمت فيها عملية تصفية ممنهجة. نعم. ناهيك على أن بعض الجثث عليها آثار تعذيب وتشويه، وهذا يؤكد أن هؤلاء المجرمين والإرهابيين لا يتعاملون أيضا. نعم. بمبدأ القواعد الاشتباك، هؤلاء عبارة عن مجرمين وميليشيات خارجة عن القانون، والقوات المسلحة تستخدم العنف الآن ضدهم، وخلال الساعات القادمة سيكون رد أكثر وأكثر من الليلتين الماضيتين. وضحت الصورة، أشكرك الكاتب الصحفي عبد الباسط بن هامل، كنت معنا مباشرة من القاهرة. نشرة التاسعة مستمرة وفيها بعد الفاصل. المنظمة الوطنية للمجاهدين في الجزائر تلوح بالمتابعة القضائية ضد من يشوهون التاريخ الثوري لبرقعة.